السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5. النهاردة هناخد لسن جديد التايتل بتاعه بعنوان Multiplying Decimal or Multiplying Decimal Number by a Whole Number. أولا من بداية اللسن ده إنك لازم تكون حافظ التايمز تيبل. من بداية اللسن ده لازم تكون حافظ التايمز تيبل، لأن أنت لو مش حافظه صدقني مش هتفهم حاجة والمنهج هيبقى عليك صعب. فانت من دلوقتي لازم تحفظ التايمز تيبل، ومش عيب انك تراجع على نفسك كده وتحفظ التايمز تيبل، وخصوصا طبعا تايمز تيبل 8 و9 و7 طبعا ده بيكون مكسر عندكم شويه. فلو حد عنده مثلا قصور في التيبل ده فهو لازم يراجع عليه كويس عشان تفهم كل المسائل اللي جايه. الليسون بتاع النهارده فكرته سهله جدا. احنا بنعمل ملتبلاي وبعد كده هنعمل حركه معينه كده في الديسمال بوينت. تعالى كده في ليتر اي، هنا بيقول لي 1500 ملتبلاي 2. نعمل ملتبلاي عادي جدا، يعني كانها زي المساله بتاعت جريد 4. 2 ملتبلاي 5 بيكون ايكوالز 10، 0 and كده 1. تمام كده؟ تمام. ما تقوليش بقى 1 بلس 1 ايكوالز 2، لا 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 لا، ايه 2 تايمز ال1 الاول، اعمل ملتبلاي وبعد كده اعمل باقي السم. 2 بلس ال1 2 ملتبلاي 1 ايكوالز 2 بلس 1 ايكوال 3. 2 باي 0 طبعا ما لهاش، يبقى ايكوال 0 وما ينفعش، يعني عادي ممكن نعملها برضو ما فيش اي مشكله. 2 ملتبلاي 0 ايكوال 0. الديسمال بوينت هنا معمول لها انبوت افتر 2 ديجيتس بيهايند 2 ديجيتس، فانت برضو هنا الديسمال بوينت برضو لازم تكون behind two digits، يعني 1 2 بنحط الديسمال بوينت. يعني انت هنا طلعت الايه الانسر عادي جدا. طيب الديسمال بوينت هنا معمول لها ايه؟ behind two digits، فهنا برضو لازم تكون behind two digits. مش فاهم حاجه. letter B 8 times 9 equals 72 2 انكر اب 7. 8 ملتبلاي 1 ايكوالز 8 بلس 7 ايكوالز 15 5 انكر اب 1. 8 ملتبلاي 8 ايكوال 64 بلس 1 هيكون ايكوال 65. الديسمال بوينت هنا بيهايند 3 ديجيتس، فهنا برضو لازم تكون بيهايند 3 ديجيتس. وطبعا هنا بتعمل ستارتنج فروم ليفت فروم رايت، يعني بتبدا هنا من على اليمين، ما تقولش من هنا 1 2 3، لا ببدأ من على اليمين هنا 1 2 3 فبحط الايه الديسمال بوينت. طيب هنا برضو 6 ملتبلاي 4 ايكوالز 24 4 انكر اب 2. 6 ملتبلاي 7 بتكون ايكوال 42 بلس 2 ايكوالز 44 4 انكر اب 4. 3 باي 6 ايكوالز 18 بلس 4 ايكوالز 22 2 multiply 6 equal 1 multiply 6 equal 6 plus 2 equals 8. الديسمال بوينت هنا معمول لها behind 3 digits، هنا برضو لازم تكون behind 3 digits 1 2 3، فبحط هنا الديسمال بوينت. طيب تمام. letter D 6 multiply 7 equals 42 2 and carry a 4. ركز بقى في الايه في الكوتشنز ده. 3 multiply 6 equals 18 plus 4 equals 22. لو جيت تلاحظ هنا، ركز بقى في الحته اللي جايه ديت، الديسمال بوينت هنا معموله behind 1 digits وهنا برضو behind 1 digits، يعني هنا بعد 1 digits وهنا برضو بعد 1 digits، يبقى هنا مستر اتحط بعد 1 digits. لا طبعا غلط. ليه؟ هنا نعملهم sum، يعني هنا 1 plus 1 هتكون equals 2، يبقى المفروض هنا الديسمال بوينت هنا هتكون behind the two digits. طب ليه؟ علشان دي هنا بعد 1 وهنا برضو behind 1، ف 1 plus 1 equals 2. طيب هنا برضو نفس الحكاية، تعالى كده نطلع الانسر. 3 multiply 7 equals 21 21. 7 multiply 0 equals 0، وطبعا التوريت نعمل لها ايه دروبنج، و 7 multiply 2 هتكون equals 14. راح لاحظ هنا ان الديسيمال بوينت هنا معموله behind the two digits وهنا برضو behind the two digits، هتبقى 2 plus 2 هتكون equals 4.
فعشان كده الديسيمال بوينت هنا نعملها انبوت افتر 4 ديجيتس 1 2 3 4 حط البوينت وينزل ده من عندك. يا رب تكون فهمت الفكره. الليسن كله بيتكلم عن كده انك هتطلع التيبل بتاعك عادي جدا، بتطلع الريزلت او الانسر بتاعك عادي جدا، وبعد كده الديسيمال بوينت بتتحط بعد ايه. هنا مثلا، هنا مثلا افتر 2 والنهارده افتر 2، فبنجمعهم في الاخر. طب تعالى كده نحل هنا الايه الاكزامبل ده. هنا ال1 هنعمل لها ملتبلاي الايه النمبر ده كله على بعضه، 1 ملتبلاي النمبر ده كله على بعضه بينزل هو هو. وهنا طبعا لسه الايه السكند ال1 ده اللي هو برضه ال1 ده الثاني ده برضه هنعمل هنا بلس. ما تنساش تحط زيرو. اشمعنى؟ لان ال1 ده او ال1 ده معمول في التنس، البليس بتاعته بتكون تنس، فلازم نحط الزيرو بتاع التنس، ما تنساش. والزيرو ده دايما. ال1 برضه ملتبلاي النمبر ده هيكون ايه؟ هيطلع لي في الاخر ذا سيم نمبر. 1 بلس 0 ايكوالز 1، 2 بلس 1 ايكوالز 3، 8 بلس 2 10، 0 and carry of 1. 1 بلس 9 ايكوالز 10، بلس 8 ايكوالز 18. 8 carry of 1 هيكون 10. الديسيمال بوينت هنا افتر 2 ديجيتس، والديسيمال بوينت هنا بيهايند 2 ديجيتس، هنا 2 وهنا 2 فهيكون 4. 1 2 3 4 واحط الديسيمال بوينت. طيب كده هي نفس الفكره، هو ده بالظبط الفكره. طب تعالى كده برضو نشوف الايه الاكزامبلز ديت. 75 ملتبلاي 1، خلي بالك ده 1 كده يا مستر. هنا انت لما تيجي تطلع التايمز تيبل او تطلع التيبل او تطلع الانسر مالكش دعوه بالديسيمال بوينت الاول، ولكنها موجوده. يعني دي كانها 1، 75 ملتبلاي 1 هيكون ايكوال 75. والديسيمال بوينت هنا بتكون افتر 1 ديجيتس، احنا برضه نحطها بعد 1 ديجيتس. هنا برضه النمبر ده ملتبلاي 1 هيكون برضه يطلع لي في الاخر ذا سيم نمبر. والديسيمال بوينت هنا افتر 3 ديجيتس، فهنا برضه تحط بعد 3 ديجيتس 1 2 3 ونحط الايه الديسيمال بوينت. هنا برضو 36 and 25 hundreds multiply 100s. النمبر ده multiply 1 هيطلع لي في الاخر the same number. الديسيمال بوينت هنا after 2 digits. والديسيمال بوينت هنا برضو behind the 2 digits. 2 plus 2 بيكون equals 4. فعشان كده الديسيمال بوينت هنا برضو لازم نعملها behind the 4 digits. 1 2 3 4 حط البوينت هنا وحط الزيرو. تمام كده تمام. 5 multiply 7 equals 35 و 5 multiply 3 equals 15 plus 3 equals 18 8 and carry of 1. 5 multiply 2 10 plus 1 equals 11. وعلى فكرة على فكرة ايه على فكرة ايه في ايه مش لازم على فكرة انك ايه تحلها كده، ممكن تحلها مثلا بالفيرتيكال كده وبتعمل ملتبلاي عادي جدا خلاص. لو انت ما بتعرفش تحلها كده انت ممكن تحلها ايه تحلها كده ماشي. الديسيمال بوينت هنا بيهاند 2 ديجيتس، هنا برضو هتكون بيهاند 2 ديجيتس وهكذا بقى. يعني ناخد بقى اخر اكزامبل كده اللي هو ده كده 0.6 ملتبلاي 0.2 2 باي 6 ايكوالز 12. الديسيمال بوينت هنا افتر 1 ديجيتس وهنا برضو افتر 1 ديجيتس، فهنا برضو هتكون بعد ايه بيهايند 2 ديجيتس 1 2، لان دي 1 وهنا دي 1 هتكون ايه بوينت ويز يو. كل ده بتحل بنفس الايه الطريقه دي كده. طب هنا مستر ايه هنا بيقول لي ملتبلاي 9 10 وبعد كده ايه بعد ما تطلع الانسر هتعمله ابروكسيميت تو ذا نيرست 100. طب تعالى كده نشوفها، تعالى يلا نشوفها. مثلا نوقفها كده 8 4 3 ملتبلاي 9 8 ملتبلاي 3 27 كاري اب 2 9 باي 4 ايكوال 36 بلس 2 هيكون 38 كاري اب 3 9 ملتبلاي 8 ايكوال 72 بلس 3 هيكون ايكوال 75. يبقى ده الانسر. طب الديسيمال بوينت هنا بيهايند 2 ديجيتس وهنا برضه بيهايند 1 ديجيتس، فهيكون في الاخر كام 3 ديجيتس. فنعمل لنا input هنا behind 3 digits 1 2 3.
approximate to the nearest 100. انا بحلها ولا ماليش دعوه بالتشويز خالص، ماليش دعوه بالتشويز خالص. مين هنا ال 100؟ هنا ال 10 وده ال 100 وال 8. ال 8 طبعا هيبص على مين؟ ال 7. ال 7 round up to 8، هتزود على ال 8؟ يا ال 8 دي هتبقى 9 وبعد كده تبقى 5.7، هتبقى 7.59. تمام. تعالى بقى ناخد بقى ايه نمبر 5. Compare the products of the following by putting smaller than greater than or equal. على فكره السؤال ده مهم لانه بيجي كتير جدا. طيب نمبر letter ايه ده هنسيبه في الاخر، اوكي؟ هنرجع له دلوقتي. لو كنت تلاحظ هنا في letter B، هل يا ترى هو عايزك هنا انك تطلع الانسر بتاع ده وتطلع الانسر بتاع ده وبعد كده تشوف من ال comparing؟ لا طبعا، يعني طبعا المساله كده هتاخد وقت كبير جدا. بس لو جيت تلاحظ هتلاقي هنا في 7 وهنا برضه 7، هنا 5 وهنا برضه 5، هنا 2 وهنا برضه 2. قال لا، ده الديجيتس بيكون هي هياها، الديجيتس هنا بيكون سيميلر، متشابهين بالظبط كده. يعني معنى كده انه يطلع نفس الانسر. يبقى هنا اللي هيحدد لك هنا الجريتر او السمولر هي الديسمال بوينت. تعالى كده نعد الديسمال بوينت ازاي. الديسمال بوينت هنا بيهايند 1 ديجيتس وهنا بيهايند 2 ديجيتس، يعني دي بعد رقم ودي بعد رقمين، يبقى كلهم بعد كام؟ 3. اكتب كده 3. وهنا بيهايند 1 ديجيتس وهنا بيهايند 1 ديجيتس، 1 يكون ايكوالز 2. الا يبقى كده مين الجريتر؟ هتقول يا مستر خلاص بقى ما كده بقى واضح هتبقى 3. غلط، هتكون 2. ليه؟ هقول لك ليه. لو انا قلت لك مثلا نمبر زي ده كده وبرده ده نمبر برده زيه كده، هو نفس النمبر، the same number. ال decimal point هنا بعد 2 digits وال decimal point هنا after 3 digits. هنا behind 2 digits وهنا behind 3 digits. لو جيت تلاحظ هنا ال number او ال digits اللي بتكون ال after ال decimal point اللي هي 71، ده ال whole number. ده الايه؟ ال whole number 71. اما اللي هنا ال whole number اللي هنا هيكون 7. قال لا، يبقى دي 71 دي 7، مين الجريتر؟ هيكون طبعا 71. مع العلم ان الديسمال بوينت هنا بعد 2 ديجيتس وهنا الديسمال بوينت هنا بعد 3 ديجيتس، ده برضو اللي كان الجريتر. من الاخر كده الديسمال بوينت الصغيره بتكون هي الكبيره، هي الجريتر. يعني هنا بعد هنا عدينا الديسمال بوينت هنا 2 وهنا 3، فالكبير مين؟ هيكون الصغير اللي هو 2. واظن انت عرفت ليه، علشان هنا اللي بيكون الهول نمبر هنا بيكون هو يعتبر الجريتر. تمام كده؟ طب تعالى كده نشوف الديسن بوينت هنا، هنا بعده افتر 1 ديجيتس وهنا اب 1 ديجيتس، هيكون كده كام؟ 2 ديجيتس. وهنا بيهايند 3 ديجيتس، بيهايند 1 ديجيتس، يبقى كده كلهم على بعض كام؟ 4. هنا 2 وهنا 4، يبقى الجريتر هيكون مين؟ ال 4. ما قلنا بقى خلاص بناخد الايه؟ السمولر، هيبقى 2. طب هنا بيهايند 3 ديجيتس 1 ديجيتس بيكون ايكوالز 4، وهنا 2 وهنا 2 بيكون برضو 4، 2 بلس 2 ايكوالز 4. فان في الحاله ده هنعمل ايه؟ ايكوال. جود. هنا بيهايند 1 ديجيتس، هنا بيهايند 1 ديجيتس بيكون ايكوالز 2، اما هنا الديسمال بوينت بيهايند 2 ديجيتس فبرضه هيكون ايكوالز 2، فبيكون برضه هيكون الايه؟ ايكوال. طيب هنا بيهايند 2 ديجيتس، بيهايند 1 ديجيتس بيكون ايكوال 3، بيهايند 2 ديجيتس 1 ديجيتس 1 ديجيتس هيكون كلهم على بعض كام؟ 4. يبقى الجريتر هنا هيكون الايه؟ 3. وده بقى اسيبك انت اللي تحلهم. طب ليتر ايه هنا بقى؟ طب ليه ما احنا ناس زيها؟ اقول لك ليه؟ لان الديجيتس هنا بتكون مختلفه، ديفرنت يعني. هنا 3 وهنا 3، هنا 1 وهنا ما فيش، هنا 5، هنا 1 و5 وبعد كده هنا 5، فما ينفعش. هتضطر انت تحل دي وتحل دي، تمام، وتطلع الريزلت اللي هنا وتطلع الريزلت هنا وبعد كده تشوف من الايه؟ من الجريتر. يبقى 3 ملتبلاين 5 هيكون ايكوالز 15، 5 ان كيو اوف 1. 1 تايمز 3 ايكوالز 3 بلس 1 يكون ايكوالز 4. الديسمال بوينت هنا هنا بعد 1 وهنا بعد 1 هتكون ايكوالز الايه؟ 2. وهنا 3 باين 5 ايكوالز 15 والديسمال بوينت هنا بتكون افتر 1 ديجيتس. شوف بقى هنا الهول نمبر اللي هنا هيكون ايه؟ هنا اللي بعد هنا دي 1 وهنا في هنا 0. يبقى هيكون الجريتر مين؟ طبعا هيكون ال 1. وبس كده.
بني هنا find the result of each of the following. الفكرة سهلة، هتحل البراكتس الأول والانسر اللي هيطلع لك لازم تعمله multiply ال 4. هنا في هنا ايه؟ addition. طب تعالى كده نكتبها، والبوينت هنا تحتها البوينت، وال7 هنا، وبعد كده ال5. لازم نعمل ايكواليتي للديسيمال، يعني هنا في ما تنساش طبعا البوينت هنا قدامها هنا 3 ديجيتس، والبوينت هنا قدامنا 1 ديجيتس، فنحط هنا ايه 2 0. 5 plus 0 equals 5، 4 plus 0 equals 4، 3 plus 5 equals 8، والديسيمال بوينت عملناها دروبنج، و 0 plus 7 بيكون equal 7. فده الانسر. ما تنساش بقى ان انت تعمل كل ده ملتبلاي ال 4، هتعمل كل ده ايه؟ multiply ال 4. 4 by 5 equals 20، 0 and carry up 2. 4 by 4 16 plus 2 equals 18، 8 carry up 1. 4 by 8 32 plus 1 33، 3 and carry up 3. 4 by 7 28 plus 3 هتكون equals 31. الديسيمال بوينت هنا ما تنساش هنا معموله behind 3 digits، هنا برضو هتكون behind 3 digits 1 2 3، فبحط الديسيمال بوينت. فكرة المسألة انك هتحل براكتس الاول وبعد كده يطلع تعملوا ايه ملتبلاي او بلس او ماينس الايه السكند نمبر. تعالى الاكزامبل المهم ده بقى نمبر 9. هنا بيقول لي كالكوليت ذا بيرميتر اوف ايتش اوف ذا فولونج فيجرز. البيرميتر يعني ايه بيرميتر؟ عارف انت السايد ده اسمه سايد لاينز، سايد والسايد لو جبت اللينسز بتاعتهم عملتهم بلس يديك ده، يبقى انت كده جبت حاجه اسمها بيرميتر. بيرميتر وعلامه الداش ديت معناها ان اللينس بتاع السايد بيكون ايكوالز السايد بيكون ايكوالز السايد بيكون ايكوالز السايد، وده طبعا اصلا معروفه لان الشيب او الفيجر اللي قدامك ده طبعا سكوير، والسكوير من ضمن البروبرتيز بتاعته ان الساينز بتاعته بتكون كلها ايكوال اون لينس، يعني ده ب 3.2 ده برضه ب 3.2 والسايد ده برضه 3.2 والسايد ده برضه 3.2. عارف انت لو جبتهم كلهم مع بعض سم بلس يعني يبقى انت كده جبت حاجه اسمها بيرميتر. طيب يعني انت يا مستر قصدك تقول انا اقول 3.2 بلس 3.2 بلس 3.2 بلس 3.2 بالظبط كده. طب ما نعملهم سم بقى، ممكن عادي 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 ايكوالز 8، والبوينت عملناها دروبنج 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 ايكوالز 12 عادي. طب ممكن لها طريقه ثانيه؟ اكيد طبعا. هي ايه؟ ان انا اقول 3.2 واحده هنا بناخد السايد لينس ملتبلاي ال 4. طب اشمعنى 4؟ عشان هنا عندك 4 سايدز، 2 ملتبلاي 4 ايكوالز 8 و 4 باي 3 ايكوالز 12، والديسيمال بوينت هنا معموله ايه؟ انبوت افتر 1 ديجيتس. طب يفضل اللي انت عايزه الملتبلاي طبعا بيكون اسهل واسرع وبينجز في الوقت. طب انا برضو عايزين البيرميتر هنا بتاع تراينجل، وطبعا انت عارف ان تراينجل عنده هنا 3 سايدز، فبرضو نفس الفكره هيبقى 3.52 ملتبلاي 3. اشمعنى 3؟ عشان هو عنده هنا 3 سايدز، وهنا 3 ملتبلاي 2 ايكوال 6، 3 باي 5 ايكوال 15، 5 ان كير اوف 1، 3 by 3 equals 9 plus 1 equals 10. الديسيمال بوينت هنا behind the 2 digits، فهنا برضه هتكون behind the 2 digits. وبس كده. طب ريكتانجل. ريكتانجل بقى عايز معامله خاصه. طبعا انت عارف ان ده اللينس وده اللودز. ده ب 8.7 وده برضه هيكون 8.7. 4.2 وده برضه هيكون 4.2. نعمل كلهم سم. بس طبعا تبقى صعبه شويه. فممكن نعمل ده بلس ده بلس واللي يطلع ملتبلاي 2. طب اشمعنى 2؟ عشان عندك هنا 2 لينس و2 ويتس، ده لينس 2 لينس اهمت وده 2 ويتس. يبقى اول حاجه نقول 8.7 بلس 4.2 ال 2 سايد زولت. 7 بلس 2 ايكوالز 9، البوينت عملنا دروبنج، و 8 بلس 4 ايكوالز 12. بقى 12 ملتبلاي 9.9 ملتبلاي باي 2. هيك ناخد في حته كده مثلا كده multiply 2 2 by 9 18 8 carry up 1 2 by 2 4 plus 1 equals 5
2 باي 1 ايكوالز 2. الديسيمال بوينت هنا معمولها بيهايند 1 ديجيتس، هنا برضه تكون بيهايند 1 ديجيتس، ونكتب جنبيها سنتيمتر. تمام كده؟ تمام يا مستر، عارفين كده؟ الاكزامبل نمبر 9 ده برضه مهم جدا. طب هنا بيقول لي نمبر 10 calculate the area of the square of side lengths 2.4 سنتيمتر approximating a to the nearest tenths. عايز الاريا اوف سكوير، الاريا بتاع السكوير. انا عايز اعرفك يعني ايه اريا السكوير قدامك اهو. لا تعالى مساحتها كده. الاريا ان انا بجيب الفوليوم بتاع او الفوليوم بتاع الجزء الاصفر اللي جوه ده اللي قدامك ده، ده معنى كلمه الاريا. والاريا دايما بيجي عن طريق ملتبلاي الادجيسنت سايدز. يعني ايه يا مستر؟ يعني السايد ده ملتبلاي السايد ده، التو سايدز اللي بيكونوا جنب بعض بس. يعني السايد ده ملتبلاي السايد ده، احنا لسه قايلين شويه ده بيكون ب 3.2، فعشان تطلع الاريا فهي 3.2 ملتبلاي 3.2. طب هنا برضو السايد دينس بتاع السكوير ده بيكون 2.4، تعالى كده نشوف 2.4 2.4، بس كده كفايه. يبقى ده ملتبلاي ده، يبقى 2.4 ملتبلاي برضو 2.4. 4 by 4 16 6 كده ب 1. 4 by 2 8 plus 1 equals 9. واقول له بلس واحط 0 عشان لسه 2. 2 by 4 equals 8 و 2 by 2 equals 4. 6 plus 0 equals 6 و 8 plus 9 equals 17. 7 كده ب 1 وهنا تكون ال 5. البوينت هنا بعد after 1 digits وهنا برضه after 1 digits، فهنا يكون behind 2 digits. If the length of rectangle كذا and its weight كذا calculate the area. قلت لك الاريا دايما ملتبلاي، فده يكون ملتبلاي ده، واللي يطلع لازم تعملوه approximate to the nearest hundreds. اتمنى يا رب تكون انت استفدت النهارده. الاكزامبلز النهارده اللي كانت مهمه نمبر 9 10 11. طب قلت لك 11 ده نعمل ملتبلاي، هتعمله ملتبلاي عادي جدا في ورقه خارجيه. كمان عندك نمبر 5 ده مهم جدا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.